هذا وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية الأمريكية على عدة نقاط، أبرزها إدانة دعم إيران للجماعات الإرهابية وضرورة العمل على مواجهة تهديداتها في المنطقة. كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود لهزيمة الجماعات الإرهابية والقيام بمناورات عسكرية مشتركة في مارس من عام 2017. مع اختتام أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض من أجل بحث تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته أمام القمة التزام دول الخليج بتطوير العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة. مؤكد لإفخامتكم حرص والتزام دول المجلس على تطوير علاقات تاريخية والاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة. القمة الخليجية الأمريكية هي الثانية من نوعها بعد قمة كامب ديفيد العام الماضي، وبحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة دول الخليج الست الاستقرار الإقليمي والحرب على الإرهاب والأمن الذي يتعرض لتهديدات بسبب التدخلات الإيرانية في دول الجوار. ما رأيناه أيضا وما شاهدته دول مجلس التعاون الخليجي وتعاوننا المستمر في سبيل المثال اعتراض الجهود الإيرانية لتسليح حركة الحوثي والميليشيات داخل اليمن. وتلخص البيان الختامي للقمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بالرياض في إدانة إيران بزعزعة استقرار المنطقة ودعمها لجماعات إرهابية منها حزب الله الإرهابي، واتفق المشاركون في القمة على تنسيق الجهود لهزيمة الجماعات الإرهابية والقيام بمناورات عسكرية مشتركة في مارس 2017 وزيادة تبادل المعلومات بشأن الأخطار الإيرانية في المنطقة، مشترطين لعودة العلاقات مع إيران بوقف ممارساتها وتدخلاتها. كما أجمعت الأطراف المشاركة على دعم محادثات الكويت بشأن الأزمة اليمنية وكذلك دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في ليبيا، فضلا عن تقوية قدرات دول الخليج لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية. وبشأن الأزمة السورية أكد المشاركون على دعم الشعب السوري وتنفيذ القرارات الدولية والترحيب بخطط واشنطن لعقد قمة بشأن اللاجئين في سبتمبر، ويرى مراقبون أن هناك تقدما حقيقيا على صعيد التعاون الأمني وتم تأسيس اللجان المشتركة لتفعيل الأمن البحري والإلكتروني وتقوية الدفاعات البالستية لدول المنطقة. حول أهمية القمة الخليجية الأمريكية الثانية وما تمخضت عنه، معي عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد بن عمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ سعد. الإطار العام للقمة، قمة اليوم، ربما يمكن أن نضعه في سياق قمة تنسيق الجهود من أجل ضمان الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب. هذان الملفان تحديدا ربما يبدأان عند إيران وينتهيان عندها. كيف تابعت النقاط التي وردت في البيان الختامي فيما يخص الملف النووي الإيراني وتدخل إيران في دول الجوار؟ نعم، استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بقياداتها على إقناع رئيس الولايات المتحدة ورئيس الإدارة الأمريكية أن الخطوات التي اتخذت بشأن الاتفاقية النووية مع إيران قد يكون خطرها أكثر من منافعها، التي دائما ما سمعنا الرئيس الأمريكي يقول أننا استطعنا أن نزيل الخطر الإيراني النووي، لكن بالمقابل لم يستطع الرئيس الأمريكي التقليل، يعني حتى لو استخدمنا هذا التعبير، التقليل من الخطر الإيراني على الأرض العربية. في هذه القمة أنا أعتقد أن الدول مجلس التعاون وقياداتها استطاعوا أن ينتزعوا من الرئيس الأمريكي تأكيدات بشأن عدم التخلي عن الوقوف في وجه إيران وأطماعها التوسعية في المنطقة. من هذا المنطلق نستطيع أن نستشف ماذا تريد الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا الدول مجلس التعاون كانت ترفع سقف الطلبات الأمنية ولكنها قد تقتنع بما أوردها وزير الدفاع الأمريكي أمس في مؤتمر الصحفي الذي كان أكثر وضوحا وإشعاعا من الرئيس الأمريكي الذي استخدم اليوم اللغة الدبلوماسية. نعم.
وأحيانا اللغة الأكاديمية مثل ما علق عليها أحد الأخوة المحللين في مسألة توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن أمن الخليج العربي وأمن المنطقة بصفة عامة. نعم، استدامة المواقف الأمريكية الإيجابية التي رشحت عن هذه القمة في المستقبل، نعلم جميعا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما هي إلا شهور ويسلم مفاتيح البيت الأبيض، كيف يمكن ضمان استدامة المواقف الإيجابية الأمريكية تجاه القضايا التي تقلق دول الخليج وتقلق المنطقة واستمرار الدعم الأمريكي من مؤسسة الرئاسة في الولايات المتحدة ومن مستشاري الأمن القومي بحيث يكون هذا الطابع له ديمومة وليس أنيا يرتبط بشخص؟ نعم، لابد أن نستوعب كمراقبين أو كمحللين سياسيين أن الولايات المتحدة ليست سياستها الخارجية مرتبطة بشخص معين، فإذا ما تغير هذا الشخص انتهت خطواته في البيت الأبيض أو ما رسمه سابقا في البيت الأبيض كما نراه في كثير من الدول العربية. الاستراتيجية الأمريكية لا يرسمها الرئيس الأمريكي وحده، المستشارين والقوات التي تخدم في الجيش الأمريكي في الأرض بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية وغير ذلك هي من تمد الرئاسة بالمعلومات التي على ضوءها يتخذ القرار. فسياسة الولايات المتحدة منذ عام 1945 وهي ملتزمة جانبا رئيسيا وهو التعاون الاستراتيجي مع دول المنطقة بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بالمقابل. وكثيرا من الصحفيين هللوا وخاصة المعادين لدول المنطقة بأن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن منطقة الجزيرة العربية بصفة عامة. نعم. وهذا أستاذ سعد، يعني أعذرني ولكن بشكل سريع أريد منك إجابة على هذا السؤال، هل يمكن أن بعد هذه القمة أن نوصف العلاقات بين دول المجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن تكون علاقة ندية باعتبار التغيرات التي طرأت خلال عام من القيادة التي مارستها المملكة العربية السعودية لملفات وقضايا عدة في المنطقة من أبرزها الوضع في سوريا والحرب في اليمن، واستطاعت أن تجمع من خلاله أكبر تحالف عربي وإسلامي تمثل في المناورات العسكرية في رعد الشمال؟ ربما يمكن أن يكون هناك ما يشبه الندية، ما يماثل الندية في العلاقة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. لا أعتقد أن هذا، وليست أيضا كما كنا نتوقع، يعني كما كنا نعرفها في السابق. العلاقة المستقبلية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة هي مزيجا من الاعتماد على الذات والشراكة الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك. دول مجلس نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد بن عمر.